à la conférence d'aujourd'hui parce que موضوع السكن هو يعني علاقة الشاعر بالمدينة وبشكل أعم علاقته بالمكان. كانت مناسبة لعرض تجارب في هذا الميدان مدى حضور الأمكنة في تجربة الكتابة الشعرية وفي يعني العالم الوجداني لكل شاعر، كيفاش كيتفاعل مع المكان وكيفاش كيولي المكان عنصر ديال الإبداع وديال الإلهام وديال التفاعل يعني الإبداعي. وفي نفس الوقت كانت هناك قضايا، هل الشعر انتهى دوره؟ هل هناك أمل في أن تشكل أشكال جديدة للتعبير الشعري يعني بديل لغياب الشعر في المجال؟ طبعا الأجوبة كانت متفاوتة، ولكن الجوهري فيها أنه الشعر هي حاجة مستمرة، حاجة كتقلب في كل فترة من الفترات التاريخية وحسب الأوساط الاجتماعية على طريقة التعبير، لأنه الحياة بدون شعر، الحياة بدون إبداع لا يمكن أن تصورها. وبالتالي هذه كطرح يعني مسؤوليات على السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم، كيفاش كيمكن لنا حقيقة نوفروا للناشئة الفضاءات التي يمكن تصقل المواهب ديالهم في جميع المجالات وبالمناسبة في الشعر، عن طريق التعليم، عن طريق النماذج اللي كيمكن طرح امامهم، عن طريق الانشطه الثقافيه، عن طريق الانشطه يعني الشبابيه الى اخره، اللي كيمكن لها حقيقه تحبب الشعر واللي يمكن لها تضمن الاستمرار في مستوى اعلى من الجوده، علما بانه كاين هناك اشكال الان كنعيشوها وكيمارسوها الشباب يعني بشكل يعني متواتر واللي كتستحق حتى هي يعني التشجيع. على سبيل المثال السلامور مثلا يجب تشجيعهم يعني بالنسبه للكتاب اللي كيكتبوا، يجب توفير، وهذا دور ديال وزاره الثقافه ودور الشباب، انه المجالات اللي تسمح لهم باش انهم يعبروا، علما بانه يجب الانتباه واحد المسألة أساسية في السياسة العمومية الثقافية، وأنه كفى من بناء العمارات، يجب الآن الاستثمار في الإبداع، وحينما نستثمر في الإبداع ويكون لنا نفس طويل في هذا المجال فإنه النتيجة تكون على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل إيجابية جدا، ماشي فقط غير بالنسبة للمبدعين ولكن كذلك بالنسبة للبلد اللي كيحتضنهم اللي هو المغرب، لأنه لا يمكن يعني الاقتصار في طموحاتنا النهضوية على المجال الاجتماعي والاقتصادي والتقني فقط. لا، ما ننساوش بأنه البعد الثقافي هو أساسي، يعني البعد الثقافي في الإنتاج ولا في الاستهلاك ولا في بين مزدوجين في التصدير يعني نحو آفاق أخرى، أساسي من أجل ضمان موقع أهم وأكبر بالنسبة لبلادنا في المستقبل، وهذا كنت منه جميعا. الموضوع ديال اليوم كان الشاعر والمكان، شاعر والمدينة. انا شخصيا كنت انا وصلاح الوديع، وانا شخصيا اختاريت لان الدار البيضاء هي المدينه اللي عطتني اكثر شعر، كاتبة قصائد على نيويورك ولا على انا في امريكا ولا في فرنسا، ولكن الدار البيضاء هي اللي بالنسبه لي اللي عطتني يعني معظم الشعر ديالي بجميع اللغات. وكنت انا والسي صلاح الوديع اللي هو فضل باش يتكلم على يعني الشعر والمكان، يعني الشاعر والعلاقه ديالو مع المكان، وكيفاش كيفاش الشاعر يمكن له يغير المكان وان كان هذاك المكان وهو سجن. وكان يعني بالنسبه للجمهور كانوا اسئله اللي حاولنا نجاوبوا عليهم حول فنيه الشعر والمكان وحول التعليم والشعر، ويعني موضوع مختلفه. الاسئله اللي كانت واش الشعر باقي حي في الدار البيضاء، واش الشعر الكلاسيكي بالنسبه للشعر الكلاسيكي وبالنسبه للشعر ديال الشباب. وبالنسبه لينا لنا صالح الوديع كان الجواب ديالنا بان الشعر دائما حي، و
وإن كان يعني المكان يمكن يكون حزين أو لا يكون العنف أو لا، ولكن الشاعر دائما كيتجاوز هادشي وكيكتب على أجمل وأقصى أشياء في المدينة.